اول شيء في شيء احرف هيك من الجمل لانه اجى على بالي ما اكون مركز. ممنوع تاكل احرف كيف اقول عربي او فكر انه بدي اقول عربي وانسى الحرف مثلا. انت يلا غني بلا مسك. مش عم بتروحي من بالي مش عم بتروحي صاير عم لاحق خطواتك وين ما بتروحي شغلي مش بيدي موتي وانت بعيدي ولما تطلي يا روحي تردي لي روحي ترجع تنعاد. مش عم بتروحي من بالي مش عم بتروحي صاير عم لاحق خطواتك وين ما بتروح جاعد صاير شغلي مش بي عم برجع بين جاعد لهيدي تاني مرة. مش عم بتروحي من بالي مش عم بتروحي صاير عم لاحق خطواتك وين ما بتروحي شغلي مش بيدي موتي وانت بعيدي لما تطلي يا روحي تردي لي روحي. شو السر اللي خلاني عطول افكر فيكي وين غبت بجنن ليه عم تاخد نفس هالقد مشنج؟ شو السر اللي خلاني عطول افكر فيكي وين غبت بجن بضيع حالي تلاقيكي قالوا هيدي حالي والله انت حالي انت ذاتي وحالي بلاقي حالي فيكي ترى 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 مش عم بتروحي من بالي مش عم بتروحي صاير عم لاحق خطواتك وين ما بتروحي شغلي مش بيدي موتي وانت بعيدي ولما تطلي يا روحي تردي لي روحي. اوكي شوفي وصف واخبار والناس حكيوا علي الناس وقالوا شي هيك هون بقاش اعرف بقاش تكمل هذا موال يعني بس هين الي حسك عينك بكره ايش عندك الليله ما عندي شيء مش ظاهر ما هيك مين شي محل لا لانك مش حافظ مش حافظ لأ ما انا مش عارف اي اغنيه بدي اغنيها يعني نحن هيك حفظنا لا ما 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 يعني بيبرر اتس اير بوليوشن فور مي اير بوليوشن ايه بدك تكرم دخلك انا جمعت الماضي ايش قلت لك ايش قلت لي ما زبطتش بدك تعيد كل جمعه بدك تعيد بدك تكرم عينك بكره اذا ما بتعدينا وحتى شو كرمال عيون مدام لسلي هالورقه بكره مش هحملها على المسرح تخلك ليه عم تحكيني على الميكرو ما بعرف بس هيني عم بلقي خطاب بالضيعه